إذا حابب تعرف معنى كاميرا احترافية والفرق بين كاميرا احترافية وكاميرا عادية، وأيضا ما معنى تعبير احترافي، يعني اعمل سبسكرايب أو اشترك في قناتي أو شارك الفيديو، راح يكون الفيديو القادم عن هذا الموضوع، راح يكون فيديو كثير مهم للجميع، فبنصح الجميع انه يعملوا اشتراك للفيديو القادم. اعملوا اشتراك او سبسكرايب الان.